السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنتطرق لحصة تقويم ودعم الوحدة السادسة مجال الحفلات والأعياد. هذه الحصة تندرج ضمن الأسبوع الخامس من الوحدة السادسة المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني. إذا هذه هي آخر حصة في هذا الكتاب وآخر فيديو. نبدأ على بركة الله القراءة. أبحث مع مجموعتي عن معنى آخر لكلمة أخذ. إذا أخذ لديها عدة معاني، مثلا هنا أخذ الولد يحكي، بدأ الولد يحكي. يمكن نقول أخذ أخي إجازة، أخذ أخي إجازة بمعنى تناول. هنا معنى تناول، تناول أخي إجازة، إذا تناول. لدينا عدة معاني، سأعطيكم معنى آخر. مثلا أخذ السائح صورة بمعنى التقط، التقط. إذا أخذ الولد يحكي، بدأ، أخذ أخي إجازة، تناول، أخذ السائح صورة، التقط. نتسابق في مجموعات للبحث عن عائلة حضر. إذا حضر يحضر. دائما عائلة الكلمة تكون مكونة من الحروف الأصلية للكلمة المطلوبة. يحضر، حاضر، حضور، محضر. إذا حضر، يحضر، حاضر، حضور، محضر. كلمة عاد، كلمة عاد، عاد، يعود، يعود. شو المضارع هو الأول؟ عائد، عودة، عود، عود. إذن عاد، يعود، عائد، عودة، عود أو عود. أكتب مع مجموعة كلمات حسب الحروف في جدول. تنتهي كلمة تنتهي بألف مقطوعة، مثلا مستشفى، مستشفى، جرى. كلمات تنتهي بتاء مبسوطة، بيت، ممرضات، تنتهي ب همزة على الياء، همزة متطرفة على الياء، شاطئ، قارئ. كلمة تنتهي بهمزة متطرفة على السطر، عبء أو دفء، حمراء. إذا كلمات تنتهي بألف مقصورة، مستشفى، جرى. كلمات تنتهي بتاء مبسوطة، بيت، ممرضات. كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على الياء، شاطئ، قارئ. كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على السطر، عبء، حمراء. يمكن نضيف ف ان. بالنسبة للتعبير الكتابي، أكتب دعوة لزميلي أو لزميلتي لحضور عيلتي. إذا مثلا صديقتي العزيزة، صديقتي العزيزة مثلا سلمى، أو صديقي العزيز آدم. إذا كنا غادي نصيفطو الدعوة للفتاة، نقولو شي اسم صديقتي، مثلا صديقتي العزيزة سلمى، مام كوكب،
الى غيرها من الاسماء. اذا كنا سنرسل الدعوه بمعنى فتى سنقول مثلا ادم، كريم، كمال الى غيرها من الاسماء. صديقتي العزيزه سلمى اتشرف، نكملوا نشكلوا، اتشرف بدعوتك لحضور حفله عيد ميلادي. وذلك يوم السبت يونيو على الساعة الرابعة عصرا. حضورك يفرحني. انا الى وجهتها لصديقي نقول صديقي العزيز اسماء كما قلت ادم، كمال، عادل وغيرها من الاسماء، اتشرف بدعوتك لحضور حفلة عيد ميلادي وذلك يوم السبت 2 يونيو على الساعة الرابعة. وحضورك هنا البنات كنقولوا حضورك يفرحني، نقول الفتى حضورك يفرحني. اذا انتم احرار تختاروا فتاة او فتى. اذا صديقتي العزيزة سلمى تشرف بدعوتك لحضور حفلة عيد ميلادي وذلك يوم السبت 12 يونيو الساعة الرابعة عصرا. حضورك يفرحني أو يسعدني. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. قبل إغلاق الفيديو فضلا وليس أمرا، من تصلوا أول مرة الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد، ولا تنسوا مشاركة المقطع مع أصدقائكم حتى تتم الفائدة، وبصماتكم وتعليقاتكم المحفزة التي تسعدني وأقرأها كاملة. أودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.